اسمع أقول لك نزار، يكون في علمك اللي قررنا أنا وأمك باش عام السنة تاخذوا لنا الباك كوت كي كوت بالسيف ولا بالمروة. لكن حبيت ما ياخوهاش، يد العام اللي مشى وحراق وخذينا الاحتياطات اللازمة باش نحطوها بقدرة ربي في الجيب. أول شيء سلمنا في القراية مع الحاكم، مش لازم عيب علينا وما نجمناهاش وما مشيتش معانا. ثاني شيء مستعدين نضحيوا عليك ونصرفوا نهض كبدنا، مشينا قيدناك في الليبر ودير الليسي هناني قبل ما نمدلو فليساتو على الفانساك بورصو. وكي بعد يخر بينا ولدك ما جيبش معدل بالكدا، ايش عملنا بجمليحة؟ مالناش نلعبوا احنا، فلوس راني دفعتهم له مش كروية. اما قالي احنا نعملوا اللي علينا والبقية على ولدك. لا وكي تجي يشوف عنده الحق على يزبو يقرا على روحه، على خاطر نهار الباك ما نجموش يمشيو يعدوا في بلاصتو. عاد احنا مانا من تونا يقفولوا على قرايته بالكدا ونتبعوا كيما تفهمنا. وعياه هو يوصي فيه على الغيابات، قال لي الحضور اهم حاجه. رد بالك ما انا عايش ولدي منه هكا تغيب، حتى التوخير فك عليك يزي ما وخرت عم ناوي. صار ليام توصل مخر لليسي وتقوم مخر في الصباح وتبنك دروسك فرق مره. اش عندك فكيان ذا الاخرين ابي يتفلقوا؟ ما يهمنيش في الاخرين، انا يهمني في ولدي. كل شيء معلقه من الكراحه، هما يغيبوا تبعوهم والله. ايوا كي تحضر راسك راس استاذ، شو شو المشكل؟ لا والله خير، حمام مخلي تبارك الله، انتهى بك مليح وتركز معاه ويفهمك بالكدا. لا لا ما تخافش ما ياكلكش، كتيح مع استاذ. ايه شنو المشكل كتيح مع استاذ؟ تحشم ناش باش تحشم. قالك ما يحبش يقعد معها راس راس، يتشحشم على القرايه. وانت باش لها يا عايش ولدي؟ ما هو صلي على النبي واستعوذ من الشيطان وركز في درسك. احنا نحبوا نقراو وناخذوا باكنا ولا لهي بريق البال. حتى لدي تقررنا انا وبوك باش كل واحد ياخذ قرن ونعملوا له زوز اوتيدات في كل ماده. شنو فاش قام زوز اوتيدات؟ قام وقعد. هذا الدرس في الليسي نعرفوه، حنوك شي ما يحنك. يزمك في كل مادة زوز اتيودات متاع زوز استاذ. شوف شوف تخلطش باش اللي ما تفهموش عند الاستاذ الاولاني يصبهولك الثاني بالقمع. تحب لك 15 ساعة قراية في النهار وانت كنت تعمل 18، شنو المشكل؟ شنو يا صنعتك انت؟ مازال مشكل القمال المكتب في الصباح ما لقينالوش حل. انا وبوك نخرج بكري للخدمة ونقولوا لك عمل على روحك، وانت في اغلب الاوقات تتعدى في الطويل تمنك قرايتك. ايوه كالعادة قالك يصبح مغفد ما ينجمش يقوم. بطبيعة مش يصبح راقد. بعد اللي تعدي الليل وما طالك يا ليل وانت تشاطي وتباطي في الانترنت مع الهميل وتصبح مغفد. اما تو نقول لك اش باش نعمل لك السنا يا نزار، وربي اذا كان يلزم الا ما نمشي نكري لك بحمايه الطبي باش يكون الصباح يعمل لك طبان وسكر ام الدب يقرأ عند راسك باش يفيض. احنا طحنا المصروف طحنا، مش ما جاي كيد كان اسبوع القادم. وبالنسبه لامورك الصحيه باش تكون العام كامل في فورما ما تعديناش عمك حكي عم ناول، وانت هاك مستبرد هاي كرشي بتجري هاك تقلي في السخانه واحنا نهزوا فيك للطبه ونعاودوا. والشهاده الطبيه في جهه الشهاده الطبيه خذينا احتياطاتنا من توا انا وبوك. مشينا تعطينا الفارماسي خذينا لك الناس وربي دفعت 200 دينار كاش و 870 دينار صحت فيهم كمبيالات. هاولو مالا هم دوايات على ذمتك في مارو بيت القعادي سنة فيك. شنو ما الدوايات؟ قل لولدك شنو ما الدوايات يا ناجي قل. عندك الساعة كان عشنا حد ما القراية تشد بعضها ويبداو الدفورات تولي تاخذ كل يوم 5 حرابش بروزاك باش يرتحوا لك اعصابك وينحيوا لك التعب والسيغمانات. ومعاهم 20 قطره ستينوكس كل ليله باش يجيك النوم وترقد بكري ما تباتش تصعصع في الانترنت. هذا فيما يخص اعصابك ومن ناحيه بدنك باش نركبوا لك حد ما يبدا شهر اكتوبر زريقه
في الدقري ونبداو نعسوا عليك من وقتها حتى لين تاخو للباك. وين الراوكة تستعطسة ولا كحيت كحة من حينك على البلاصة ركبولك زريق على كوسين. قل يا عزيزي قلتك سباش شو ولا ما تعرف عليها يا اخي تسراح عينيك مغمضة يا نزارة ما حل عينيك عايش ولدي وثبت فيها ثبت طل عليها ثبت فيلو وفيلونها بارد ولا غامق والكبيرة لاباس شنو اش نقصد البولة الكبيرة والله ما تعرف عليها ما نقول تدخل تستراح تقضي شهرك كيكا لو وتقوم لا تعرف عليها لا باش تهبط لا باش تحرق هيا تعرفش كيفاش ملا مليو حتى لين كان عشنا تاخذ البار نحبك وين تدخل للتواليت ما تجبدش الساش خلي الخلاء هكاك وقوم حتى تمشي يومك تثبت لك امورك نجمو زادا كان تحب باش نزيدو ناخذو احتياطاتنا مليح شكون يعرف عليا بالك ساعات تنسى ولا تلاقي حاجه اخرى نركبولك كل جمعه زريقه يوريسين وقايه وباش نحتاطو من شريان الشوف اخذينا لك الدياريستو مغرفه قبل الفطور ومغرفه بعد العشاء وباش لا يقدر ما يتقوش عليك الدياريستو ويولي عندك القبض نعطيك كل ليله حليب شاسكريتا قبل ما ترقد باش تسهل لك طبيعتك لا سامحني ناجي هوني سبابا علاش وليت خلوير وعلاش تخلوير مش معقول باش نحاربوا القبض ولا جرينا الشوف احنا تو ما عادش بيه مانا نعطيهم نهار بنهار ونهار لحد شبيه نهار لحد يقول نهار لحد عندك اثنين وثلاثة في زوز الاربعاء والخميس في زوز الجمعة والسبت في زوز يقول نهار لحد واحد وش هالواحد اش عملنا فيها؟ مش مشكل نهار لحد نعطيوها الزوز يقعد وحده كوشي هكا هكا صباح واخدينا لك زيدة دولامي هذه بومادة تثر بها ظهرك باش ما يوجعكش بالقعاد كي تبدا تراجع في بالنا في اغلب الاوقات تراجع بالراقده ولينا خلينا لك الدوبامين حرابش منشطات وين تتمد باش تراجع خذ كعيبه باش ما تتهبتش وما تخفتش هكا هو سافا كمل لا استغفر الله ما زاد حاجه اخرى علي عندك عام باك ونخافوا من الزنس اللطيف لا يشهشمك على قرايتك خذينا لك الكلماتين مهبدات باش تتهبل وين تحس بفواجة الهجة والميجة والكلب والهلب طالعة قول لامك تكسرك زريق اشربها تجم تقولي حتى انا ابوك اش بيه رجال في بعضنا محسوب